مرحبا بمتابعي قناة يقين، شكرا لثقتكم وانضمامكم إلينا. نحن هنا لخدمتكم وتقديم المحتوى المميز والمفيد، فأهلا وسهلا بكم في عائلتنا. في الختام، لما نتكلم عن موضوع مشاكل الهوية الشخصية، لازم نفهم إنها موضوع مهم وحساس جدا للشباب في مرحلة حياتهم. النقاط اللي بتؤدي لمشاكل الهوية الشخصية مش قليلة، زي الضغوط الاجتماعية والثقافية والعلاقات العاطفية السامة وعدم اليقين بالذات والصراع بين التوجهات المختلفة وبين قيم الأهل والمجتمع. كل دي عوامل بتسبب تشتت وتوتر في حياة الشباب وبتؤثر على هويتهم الشخصية. أخيراً، أشكر كل متابعي منصة يقين اللي كانوا معانا في الموضوع ده من البداية للنهاية، أملين إنكم استفدتوا من المحتوى وقدرتوا تفهموا أهمية فهم ومعالجة مشاكل الهوية الشخصية. وفي الختام نقول سبحانك يا رب وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.